مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. اكد رئيس الحكومه المغربيه عزيز اخنوش امس بمجلس النواب ان عناصر الانتقال الرئيسيه لاستراتيجيه الجيل الاخضر تتمثل في الرفع من الانتاج الفلاحي لمواكبه تطورات الاستهلاك الداخلي وتكريس التحول نحو منظومه غذائيه مستدامه عبر مضاعفه الناتج الداخلي الخام الفلاحي والعمل على بلوغ 70% من تثمين الانتاج الفلاحي. وحدد رئيس الحكومة في هذا السياق ثلاث تحديات أساسية تواجه القطاع الفلاحي وتتمثل في انعكاسات الأزمة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، حيث انعكس هذا الأمر سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب وكذا الجفاف والتقلبات المناخية. أما التحدي الثالث فيتمثل وفقا لرئيس الحكومة في التضخم. إذن للمزيد عن تحديات الأمن الغذائي والسياسة الفلاحية في المغرب ينضم إلينا من الرباط الأستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم من الرباط، أقترح عليكم أن نتابع هذا المقتطف من حديث رئيس الحكومة لنبدأ النقاش. على الرغم من هذه التحديات الظرفية الصعبة، تعمل الحكومة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك على إرساء إلى بناء منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة. وهنا كتجد الإشارة أن المملكة المغربية ظلت حريصة منذ فجر الاستقلال على إلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي من خلال إقرار سياسة عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الدائي والأمن الغذائي. واستطاعت بلادنا لله والحمد التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر مزود باختيارات استراتيجية بعيد المدى لتطوير الإنتاج الغذائي. وفي هذا الإطار شكل مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008 رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا وخاصة بالعالم القاري. إذن نبدأ نقاش مشاهدينا الكرام مع ضيفنا من الرباط الأستاذ علي الغنبوري. أهلا بك أستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، أهلا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن السياسة الفلاحية التي ارتكزت على لنقول التصدير على تعزيز الإنتاج الفلاحي منذ عدة سنوات هنا في المغرب عاشت اختبار أساسي منذ الأزمة الصحية، وأيضا تعاقبت سنوات جفاف وأيضا ما يتصل بالتضخم والغلاء في المواد المدخلة في الإنتاج الفلاحي لا سيما الأسمدة والمواد الأخرى. إلى أي مدى هذه السياسة الفلاحية بدت متينة أمام هذه التحديات؟ أكيد نحن نتوفر على سياسة فلاحية حقيقية مكنت المغرب من كسب التحديات المتعلقة أولا بالجانب الاقتصادي، حيث أن هذا المشروع الفلاحي الضخم مكن المغرب من واحد المستوى ديال المداخيل اللي هي استثنائية على مدى طول السنوات ديال التنفيذ ديالو، حتى وصلنا لواحد الرقم اللي هو جد مهم اللي هو 93 مليار ديال الدرهم اللي تمكنا من الجني ديالها من خلال العمليات ديال التصدير خلال سنة 2022. هذا الشيء جاء انطلاقا من واحد المخططات اللي هي مخططات فعاله اللي مكنت من مضاعفه الانتاج الفلاحي ديال المغرب ومن تطوير البنيه الفلاحيه ديال المغرب. اكيد ان هاد المخططات تم الاختبار ديالها بشكل اساسي ابان الجائحه اللي كتعد بمثابه اختبار حقيقي لمدى الصلابه والمتانه ديال هاد السياسات العموميه فيما يتعلق بالصمود ديالها خاصة في وجه التقلبات الدولية بما يضمن الأمن الغذائي للمغاربة. وأعتقد أنه كان اختبار جدي اللي بين بأنه اليوم المغرب كيتوفر على آليات حقيقية مكنته من الصمود في وجه الأزمة من خلال الأرقام ومن خلال الإنتاجات اللي كيتحصل عليها انطلاقا من هذه المجهودات الفلاحية الضخمة. حيث ان ما نساوش ان المغرب ابان الجائحه ديال كورونا انه كان قدر انه يوفر الامن الغذائي ويوفر التموين ديال الاسواق المغربيه طيله المده ديال الجائحه، وخاصه في الفتره ديال الاغلاق
والإغلاق اللي كان ماشي غير وطني غير على الصعيد الدولي، أن المغرب بان بأنه عنده قدرة أنه يوفر الأمن الغذائي ويوفر كذلك الإمدادات ديال الأسواق الوطنية ومختلف المنتجات المغربية، ويحافظ حتى على الأسعار ديالها خلال الجائحة. وهذا الشيء بان كذلك من خلال القدرة الإنتاجية ديالو اللي كيستطاع أنه يوفر تقريبا 98% من الاحتياجات ديال المغاربة فيما يخص اللحوم، فيما يخص اللحوم البيضاء، فيما يخص كذلك الخضار، فيما يخص الفواكه. هذا الشيء ما كيعنيش بأن هذه السياسة الفلاحية عندها واحد المجموعة ديال النواقص عنده واحد مجموعة الأشياء. اللي سنأتي إلى مسألة النواقص أستاذ علي الغنبوري، لذلك أنا أريد فقط وأقترح عليك أستاذ المشاهدين أيضا أن نتابع هذا المقتطف لرئيس الحكومة عزيز أغنوش، وهو يقول بأنه مخطط المغرب الأخضر قد حقق أهدافه فيما يتعلق بالأمن الغذائي. نتابع هذا المقتطف لنعود لنقيم هل بالفعل حقق هذه الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي. نتابع. وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق المخطط، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطى وحققت الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، حيث ساهم المخطط في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ليتجاوز سقف 127 مليار ديال الدرهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات 3 مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القاروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القاروي بنسبة 66%، كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار ديال الدرهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أكثر أزيد من 60%. طيب عطفا على هذا الكلام أستاذ علي الغنبوري، لنبسط الأمور بلغة أخرى، الأمن الغذائي هل يعني وفرة المنتجات الغذائية بشكل مسترسل ودائم في الأسواق الوفرة فقط أم الأسعار أيضا؟ لا يمكن الفصل بينها، أن الأمن الغذائي يتحقق بتحقيق أولا توفر والوفرة ديال المواد الغذائية، وثانيا توفرها بأسعار معقولة، لأنه ما يمكنش أنه نقول بأن عندنا أمن غذائي غير فقط أن عندنا منتجات استطعنا أن نوفرها في السوق المغربية، ولكن المواطن ما كيقدرش أنه يشتريها وما كيقدرش أنه يقتنيها، وبالتالي غنكونوا بعيدين كل البعد عن المعنى ديال الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو القدرة ديال المواطنين أنهم يولجوا لهذه المنتجات الفلاحية، بالمنتجات الغذائية والفلاحية وكل أنواع اللي كتدخل في هذه السلسلة الغذائية بأسعار اللي هي معقولة. هذا هو الأمن الغذائي. اليوم نقدروا نقولوا بأنه اليوم حنا بدينا كنبعدوا شوية على الأمن الغذائي، خاصة في هذه الموجة ديال التضخم اللي هي مرتبطة بسياق دولي صحيح، ولكن فيها سياقات وطنية اللي بدات كتفرض واحد النوع من الابتعاد نوعا ما على هذا الأمن الغذائي، في ظل الارتفاع المهول ديال الأسعار ديال خاصة ديال المنتجات الفلاحية اللي كتدخل في المغرب. هذا راجع بالأساس أولا لجوج ديال التحديات الأساسية اللي مرتبطة بهم الصناعة الفلاحية والصناعة الغذائية بالمغرب. أولا عندنا إشكال اللي هو كبير، اللي هو إشكال استراتيجي متعلق بالندرة ديال المياه، وهذا تحدي حقيقي اليوم تواجهه المغرب وتتواجهه المنظومة الفلاحية في المغرب والمنتجات الغذائية ديالها. وكذلك عندنا إشكال آخر هو اللي مرتبط بالخارج، خاصة فيما يتعلق بكل المدخلات الفلاحية، لأن ملي تنديروا الفلاحة راه ماشي غير فقط كنزرعوا البذور وتنتسناو الحصاد، وانما هناك مجموعه من المواد اللي كتدخل في هذه السلسله ديال الانتاج الفلاحي، وللاسف كاين فيها واحد المجموعه من الاشياء اللي مرتاهنه بالوضع الدولي والسوق الدولي، وكتخضع للتقلبات ديال السوق الدولي، هو اللي انعكس بشكل مباشر على الاسعار ديالها فيما يتعلق. هل ما جرى، عفوا على المقاطعه، هل ما جرى في الاونه الاخيره منذ الازمه الصحيه، منذ ازمه سلاسل التوريد، منذ الا تعاقب سنوات الجفاف بشكل متتالي، هل ما حصل ايضا مع ازمه التضخم الان يعيد لربما
منطلقات تقييم السياسة الفلاحية وتقييم مفهوم الأمن الغذائي عطفا على ما يتعلق بالولوج إلى المواد الفلاحية والمنتجات الفلاحية بأسعار معقولة لنقول بأن هناك أمن غذائي أم ليس هناك أمن غذائي؟ اليوم أنا أعتقد أن احنا تجاوزنا بكثير حتى النقاش على الأمن الغذائي. اليوم احنا في مفهوم السيادة الغذائية. السيادة الغذائية متوفى، لأن الفرق ما بين السيادة الغذائية والأمن الغذائي هو أن الأمن الغذائي ممكن أن نوفر أمن غذائي انطلاقا من الاستيراد، انطلاقا من الشراكات مع مجموعة من الدول، ونجيب منها المنتجات الغذائية بأسعار اللي هي معقولة. اليوم احنا تجاوزنا هذا المنطق إلى الحديث اليوم على السيادة الغذائية، لأنه ملي جات الجائحة بانت الأهمية ديال السيادة الغذائية، وبانت الأهمية ديال الانتاج الوطني اللي هو كيضمن لك هذيك الحمايه ديال توفير الامن الغذائي. لان ملي كتوفر عندنا سياده غذائيه بشكل اوتوماتيكي كيتوفر عندنا امن غذائي، والسياده الغذائيه كتكون مهمه خاصه اثناء ديال التقلبات ديال السوق الدوليه واثناء الازمات الكبرى اللي كيمر منها العالم بحال جائحه كورونا. وانذاك وقفنا بشكل أساسي على أهمية الإنتاج الوطني وأهمية تطوير الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية. صحيح أن الاستراتيجية الفلاحية الوطنية اليوم عندها واحد المشكل كبير اللي هو متعلق بالماء وبالتدبير ديال هذا الملف الحيوي اللي هو الماء. ما ننسوش بأن المغرب خلال السنوات الأخيرة مر بواحد التوالي ديال سنوات الجفاف. غير باش نعطيك واحد الأرقام اللي هي مهمة باش تبين حجم ديال الضرر اللي الحق بالقطاع الفلاحي. راه 50% من التساقطات المطريه فقدناها خلال ثلاث سنوات، وهذا 50% اللي اليوم طاحت على المعدل. حتى هذه التساقطات المطريه عندنا واحد الاشكال بنيوي في المغرب، هو ان راه تقريبا 51% من التساقطات المطريه تتمركز غير في جوج ديال الاحواض، لا احواض مائيه في المغرب. يعني طيب، جوج المناطق ديال المغرب طيب، هي اللي كتستقطب 51% ديال هذا. هذا الشيء كيأثر حتى على الرؤيه الفلاحيه، طبيعه الحال غيكون عنده انعكاس على الخريطه الزراعيه ديال المغرب وعلى المراجعه ديال واحد المجموعه ديال المنتجات. ايضا أستاذ علي الغنبولي، سنأتي إلى مسألة صمود الفلاحة في هذه الظرفية المناخية الاستثنائية، سنأتي أيضا إلى شكل الفلاحة مستقبلا، لكن دعنا نأخذ أيضا وجهات نظر المعارضة في البرلمان. رئيس، تعقيبا على حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش فيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعليقا على هذه التصريحات بشأن الأمن الغذائي ومخطط المغرب الأخضر، دعا رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى إعادة النظر في أولويات وأسبقيات السياسة الفلاحية. مخطط المغرب الأخضر اللي كان منذ 2000 اللي عطاه صاحب الجلالة انطلاقة، واللي نتحمل فيه المسؤولية جميعا كل من شارك في هذه الحكومة. لكن اليوم بعد الأزمة المائية اللي عرفناها، اليوم يجب إعادة النظر. وهذا الشيء ماشي عيب، يجب. جميع المخططات في العالم ما كتكونش ناجحة 100%. اليوم من موقعنا كمعارضة نقول للحكومة أن ماشي عيب اليوم إعادة النظر في بعض الأولويات، لأنهم يفتخرون بأن مخطط المغرب الأخضر حقق يعني الأهداف. احنا نعترف في الجانب بشكل أن المخطط المغرب الأخضر تبنى على جوج الركائز: أولا الرفع من الإنتاج من أجل التصدير، ثانيا الركيزة الثانية وهو دعم الفلاحة التضامنية ودعم كذلك التجميع الفلاحي للفلاحين الصغار والكبار. في الشق الأول نجحت الحكومة حقيقة في الرفع من المستوى الإنتاج للتضرب في ثلاثة، ولكن على حساب من؟ حساب الأرض ديالنا، حساب الماء ديالنا، على حساب الثمن الزهيد للفلاحين والفلاحات والعمال الفلاحيين. في الشق الثاني وآخرها في الأسبوع الماضي، المؤسسة ديال المجلس على الحساب قالت بأنها لم في الهدف الثاني ما بلغتش 22% في الفلاحة التضامنية، وهذا خلل كبير اللي اليوم يعاني منه الفلاحين الصغار والكبار، واللي أدى إلى الهجرة ديال هاد الفلاحين، وأدى كذلك إلى ضعف المنتوجات اللي كما قلت في الأول الفلاحية اللي ذات جودة عالية واللي كتخلق فرص شغل كبيرة للفلاحين الصغار، والفلاحة الأسرية كذلك اللي كيشتغلوا فيها المئات والآلاف. اختلافنا اليوم في هذا الشق الثاني والركيزة الثانية، يجب على هذا المخطط الثاني الجيل الأخضر الاهتمام بهذه المسألة. المسألة الثانية في الصناعة ديال الفلاحة والتحويلية الفلاحة لا تتجاوز 4%، بحيث نصدر الفلاحة ديالنا لواحد الدولة وكنعاودو نستوردوها بعد أن يتم تصنيعها.
نديروش مجهود اليوم في هذه المساله. المساله الثانيه في البحث الزراعي، اليوم دول مشات بعيد في البحث العلمي في الفلاحه، لان اليوم اصبحوا كينتجوا واحد المنتوجات جوج مرات في العام، اصبحوا يقتصدون على الماء، اصبح اليوم الارتفاع ديال 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 المنتوج بطريقه اكبر، القطار الا كان كيعطيني واحد العدد ديال الاطنان كيولي كيعطي الدبل. هذا يجعل الحكومه ان تتدارك هذه المساله من اجل اصلاح بعض الاختلالات اللي كانت. احنا ما كنقولوش مخطط فاشل 100%، ولكن بعض الاختلالات، وهذا الشيء طبيعي باي دوله. إذن كان هذا حديث الأستاذ رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعقيبا على حديث رئيس الحكومة في مجلس النواب على موضوع الأمن الغذائي. أستاذ علي الغنبوري، هناك دائما هذا الحديث عن الاختيارات الفلاحية في سياق مختلف عن السياق الذي انطلق فيه مخطط المغرب الأخضر. الآن هناك مياه أقل، هناك سنوات جفاف أكثر، هناك غلاء أكثر، هناك تضخم، هناك أيضا معطيات مرتبطة ببنية الصادرات وضرورة لربما إعادة ضبط الاختيارات الفلاحية. كيف تنظر أنت إلى هذا الجانب؟ أنا أعتقد أننا أمام معادلة صعبة، لأنه ما ننسوش كذلك أن المساهمة ديال الفلاحة في الاقتصاد الوطني هي مساهمة مركزية، لأنها كتساهم بأكثر من 14% من الناتج الداخلي الخام ديال المغرب، وهذا معطى بنيوي خصنا نركزوا عليه بشكل أساسي. كذلك أنه المضاعفة ديال الصادرات راه مكنتنا تقريبا من واحد 93 مليار تسعود ديال المليار ديال الدولار ديال المداخيل ديال العمله الصعبه في 2022. بالتالي اليوم حنا امام واحد المعضله اللي هي واحد المفارقه اللي هي صعبه اليوم موجود فيها المغرب. صحيح ان عندنا واحد المخطط الزراعي اللي هو كيعطينا نتائج اللي هي ايجابيه، ولكن في المقابل عندنا واحد الاشكال اللي هو اساسي اللي هو متعلق بالماء وبالندره ديالو داخل المغرب. لان اليوم حنا تنتصنفوا من خلال التقارير الدوليه في المناطق الحمراء فيما يتعلق بالماء، وبالتالي اليوم كاين نوع من الاجهاد ديال الامكانيات الماليه المائيه ديال المغرب المتعلقه باستغلال الفلاحي. هذا المخطط ديال المغرب الاخضر او الجيل الاخضر ما يمكنناش نخرجوا على السياق ديال النجاحات اللي حققهم. هذا الشيء صحيح، ولكن في المقابل كاين واحد المجموعه ديال الاشياء اللي يجب أن تراجع ويجب أن تتماشى مع هذا الوضع الجديد اللي فيه الإشكال استراتيجي متعلق بالماء، هو اللي نبه ليه جلالة الملك من خلال واحد المجموعة ديال المحطات، سواء من الترأس ديالو اللي جن خاصة فيما يتعلق بهذه الإشكالية ديال الماء، أو من خلال الخطاب الملكية المتعددة في هذا الاتجاه. شكرا أستاذ علي الغنبوري. نأخذ أيضا رد فعل الأستاذ محمد هشامي النائب عن حزب الحركة الشعبية، الذي قال أيضا أنه حديث رئيس الحكومة في البرلمان لم يكن مقنعا فيما يتصل بعمل الحكومة والسياسة الفلاحية للحكومة على مدار هذه السنوات. نتابع. وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق المخطط يمكن. إذن الآن جاهز تصريح محمد هشامي النائب عن حزب الحركة الشعبية تحديدا تعقيبا على حديث رئيس الحكومة. كان في الحقيقة ضعف ديال الأجوبة ديال رئيس الحكومة حول هذا الموضوع، والأسباب فعلا هما كيرجعون الأسباب لتداعيات الجفاف ولتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا، بالمقارنة مع الأسئلة اللي موجهة للسيد رئيس الحكومة حول النتائج ديال المخطط الأخضر اللي تطال الانطلاقة دياله منذ سنة 2008 إلى سنة 2010. فهذا المخطط الأخضر اللي هو كانت الأولويات دياله هو تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية ديال بلادنا، عوض اللجوء إلى تتمين ودعم المنتوجات التي تعتمد عليها هاد الحكومة حول التصدير، ونسيان المواد الذاتية الأساسية اللي هي الكل كيعرفها، مثل الأعلاف المركبة، مثل الحبوب، القطاني، الزيوت وغيرها من المواد.
كنلاحظوا كذلك ان هذا الاستراتيجي ديال المخطط الاخضر ما عطاتش واحد الاهتمام حول هذه المنتوجات اللي هي كتساعد في الاستقرار ديال المربيين الماشيه خصوصا، ومنها تربيه المواشي والابقار والدواجن. طيب أستاذ علي الغنبوري، دائما يعود هذا النقاش حول الاختيارات الفلاحية، هل ينبغي دائما الاهتمام بالتصدير؟ دائما هناك هذه المقولة أنه لا يمكن تموين السوق الوطنية من دون صادرات تغطي على الفارق. هناك عدد من الإشكاليات المطروحة حول شكل الفلاحة المستقبلية على ضوء الإكراهات التي أنت أيضا أتيت على وصفها. أكيد هذا معطى محوري وأساسي في هذا النقاش. غير ما نساوش واحد المسألة مهمة، هو أنه من اللي انطلقنا في 2008 كانت عندنا النسبة ديال التغطية ديال الواردات للصادرات هي 49%. اليوم حنا في واحد الرقم ديال 65% ديال الواردات اللي كتغطي لنا الصادرات، وبالتالي ما يمكن ليناش اليوم نمشيو في إطار الفشل ديال المشروع. لا، هناك جوانب عديدة اللي هي ناجحة في إطار هذا المخطط، وهو خيار استراتيجي بالنسبة للمغرب اللي ماشي فقط في المجال الفلاحي، في مجال العلاقات، في مجال الشراكات الدولية، في مجال مجموعة من الأشياء اللي كيتطلع المغرب أنه يكون رائد فيها، وخاصة أن هذا المجال الفلاحي اليوم ولا من بين المجالات الاقتصادية المهمة اللي كتحقق واحد النسب جد متميزه بالنسبه للاقتصاد المغربي. هذه مساله ما نساوهاش. ولكن في المقابل كاين واحد المجموعه من المؤشرات اللي هي سلبيه، بحال مثلا الزراعات الاساسيه. ما نساوش بان احنا راه تقريبا كنستوردوا واحد 98% فيما يتعلق بالذره، كنستوردوا تقريبا 50% من الحاجيات ديالنا فيما يتعلق بالشمندر، السكري وكل المدخلات اللي كتدخل في اطار الانتاج ديال السكر. كنستوردوا كذلك واحد اكثر من 50% فيما يتعلق بالحاجيات ديالنا من الحبوب، واحد 98% فيما يتعلق بالنباتات الزيتيه، وهذه الاشياء اللي كتدخل في اشياء اللي هي معيشيه بالنسبه للمغاربه واللي كتمس بشكل مباشر القدره الشرائيه ديال المغاربه. وبالتالي انا اعتقد اليوم ان المخطط الاخضر او الجيل الاخضر هو جاب مكتسبات، جاب أشياء اللي هي مهمة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أولا، وفيما يتعلق كذلك في السعي فيما يتعلق في تحقيق الأمن والسيادة الغذائية، خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء، فيما يتعلق بالخضار والفواكه اللي عندنا إنتاجات اللي هي وفيرة تمكننا من التصدير وكتمكننا من هذا. ولكن في المقابل اليوم يجب تعزيز كذلك كل ما يتعلق بالزراعات المعيشيه اللي كتدخل في الحياه اليوميه ديال المواطنين والاستهلاك اليومي ديال المواطنين، اللي هي غتمكننا من ضمان اولا السياده والامن الغذائي، وكذلك تمكننا من الحفاظ على مستوى معقول ديال الاسعار اللي ما كيمس بالقدره الشرائيه ديال المواطنين. وبالتالي انا اتفق انه اليوم ماشي عيب انه نناقشوا هذا المخطط الاخضر ونراجعوا هذا المخطط الاخضر باعتباره واحد السياسه عموميه اللي دارت باش تحقق واحد المجموعه ديال الاهداف اللي هي متلا، ومن بينها الامن والسياده الغذائيه. شكرا. اليوم كاين اشكالات فيما يتعلق بهذا المنظومه، هذا ما كيعنيش بان كاين فشل، وكاين اشكاليات اللي من حق اليوم المغاربه بجميع المكونات ديالهم انهم يتسائلوا عليها، ومن حقهم انهم يطالبوا بالنقاش والتعديل والتغيير ديال والتطوير ديال هذه الاستراتيجيه بما يتوافق مع الاهداف الاستراتيجيه اللي كيتوافق عليها كاع المغرب. شكرا جزيلا لك الاستاذ علي الغنبوري مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، حدثتنا من الرباط. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بامكانكم مشاهدينا الكرام العوده الى هذه الحلقه والاطلاع على المزيد من الاخبار على موقعنا الالكتروني medianTV.com. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.